كثير منا بتساءل وين ممكن ألاقي مكتبة إيقاعات شرقية. الكل بدور بدور وكتير واحد صعب يلاقي مكتبات إيقاعات شرقية اللي تخدم احتياجاته، أو ممكن يلاقي خامات معينة اللي تلاقي مئات عم بيستعملوها نفسها ونفس الساوند تبعها موجود في كتير أغاني. أنا اليوم رح أعطيكو الطريقة كيف إنك أنت تعمل المكتبة الخاصة فيك من إيقاعات، تعملها سامبلينج بطريقة جدا جدا هوينة ومش تقليدية. خليكوا معي بعد هذا الفاصل لحتى أشرح لكم الطريقة والأسرار تاعت هاي الطريقة. أهلا وسهلا فيكم أصدقائي في قناة كارم مطر الموسيقى. حلقتنا اليوم كتير مختلفة عن كل الحلقات اللي حضرتوها. اليوم هاي الحلقة راح تكون بداية لأسرار العملية في الاستوديو، كيف ممكن واحد يعمل خامات وإيقاعات أو مكتبات خاصة فيه لشغله الخاص لحتى تكون متميز. اليوم طبعا الكل بينسخ مكتبات أو بيشتري مكتبات اللي مئات غيرك اشتراها نفسها، بس اليوم راح أعطيكوا طريقة بالأخص للإيقاعات الشرقية كيف أنت ممكن تعمل مكتبة خاصة فيك من خامات أنا راح أسجلها قبالكو على الميكروفون وأعزفها، وراح تتحول للبرنامج التوزيع ومن خلالها راح نصير نقدر نعزفها على الكيبورد في عدة أغاني. والمميز في الإشي إنه هاي الإيقاعات أو الصوات أو السامبلز اللي إحنا راح نأخذها هي راح تكون مميزة وخاصة لإلك، يعني كل واحد بيعمل الإيقاعات الخاصة فيه والساوند اللي خاص فيه، وهذا إشي راح يميزك عن كل الموزعين. فخليكم معاي راح نشوف بعد شوي من خلال البرنامج كيف راح أتم تسجيل صوت آلة الدربكي، وعنا والرق، وراح استعمل الفريم، ثلاث آلات حاليا، بس طبعا هذا بيوصل الفكرة لإلكو إنه كيف ممكن نعمل الخامات الخاصة وتتبرمج بطريقة جدا سهلة غير تقليدية وبشكل أوتوماتيكلي راح تكون في البرنامج. فخليكوا بعد هذا الفاصل وراح نشوف كيف مع بعض راح نعمل هاي الخامات والمكتبات للإيقاعات الشرقية اللي خاصة فيكو. تمام أصدقائي، حاليا إحنا انتقلنا لبرنامج اللوجيك اللي إحنا راح من خلاله نسجل الخامات الصوتية اللي راح أفرجيكو في هذا الفيديو. راح أسجل الطبلي والرق والفريم، راح أعملكو مثل مبسط لحتى أفرجيكو، مثل سريع طبعا لحتى أفرجيكو كيف عمليا راح يكون تسجيل المكتبة الخاصة فيكم. فمن خلال البرنامج طبعا أنا بستعمل برنامج اللوجيك، فإحنا مفروض هون نفتح تراك زي ما إحنا شايفين. رح أزيد التراك كمان مرة قبالكم، تراك أوديو، فحتى أنا يعني هون نسجل من خلال الميكروفون هذا. طبعا لما إحنا نسجل سامبلز أو خامات لإيقاعات أو أي آلات مفضل يكون التسجيل داخل الاستوديو، عازف يعزف، أو حتى أنت كعازف أو كموزع ممكن إذا بتقدر تعزف على الرق أو الطبلي أو الفريم فممكن أنه تعمل ريكورد وتفوت تعزف وتسجل وبعد التسجيل تعمل البرمجة والإديتينج. كتير بنسمع إحنا بقوله برمجة مكتبات والموضوع شوي مش سهل. الطريقة التقليدية كنا نستعمل برامج اللي هي مش برامج التوزيع الموسيقي، ولكن كنا نسجل من خلال برنامج ساوند فورج أو ويف لاب زمان، ونقعد ناخد حركة حركة من الإيقاع ونسجله ونقعد نقص كل حركة. لفرضا أخذنا الدم أو التك أو السجاط ناخدهم بهاي الطريقة، نقعد نقص السامبلز ونقطعهن ونطلعهن لفايلات، ناخد هاي الفايلات كل واحد بفايل ملف ونعطيه اسم ونحطهن في برنامج السامبلر. فاليوم بالتطور اللي صار الموضوع كتير أسهل وكتير مريح وأسرع، ومش بس هيك يعني الموضوع صار سلاسة أكتر فيه وعندك سيطرة أكتر فيه. فراح أفرجيكو بهذا الفيديو. أول شي راح أخد الرق، أسجل الرق، أفرجيكو كيف راح نسجل. فطبعا احنا فتحنا هون التراك صوت، والصوت هذا راح اسجل انا من الرق هون نفس، لان الميكروفون اللي عم بحكي فيه راح اسجل.
أعزف إيقاع مصمودي عادي أو مقسوم، وأفرجيكو كيف بعملية واحدة بتحول لسامبلر. فهذا الشيء راح أفرجيكو إياه في هاي اللحظات، خليكم معي. أنا عزفت، فأخذت الإحساس العازف والطريقة العزف من الرق وتسجل زي ما أنتوا شايفين في برنامج اللوجيك. خلينا نسمع مع بعض شو سجلنا. وطي شوي الصوت. طبعا أخذت هذا التسجيل، فالعملية عن جد أنا بسميها عملية سحرية بالذات في برنامج اللوجيك. فأنا ما في حاجة أجي أخذ أكبر الويف وأجي أستعمل المقص وأجي هقص كل نغمة، يعني هقص هون الدم التك الصجات. خليني أوسع أكتر، أعمل زوم أكتر هون حتى نشوف كيف الإشي راح يبين. أوكي، وزعنا، وسعنا عمليا هون السامبلز. في الماضي كنا نيجي ناخد كل سامبل لحاله ونحط الستارت بوينت والإند بوينت وين بينتهي بالضبط، حتى أعمل زوم أكتر تشوفه. كتير مهم كان يكون يبلش من نقطة الصفر حتى ما يكون ديلي، لما نيجي نعزف ما يتأخر تيطلع الصوت. هاي الطريقة التقليدية، كنا ناخد كل أصبع أو كل تسجيل ونقعد نقص ونساوي السامبلز بطريقة جدا متعبة ويأخذ كتير وقت. طبعا اليوم عازفين الأورجات بيضطروا يشتغلوا بهاي الطريقة، لأنه النظام التشغيل في الأورجات عمليا أو الأرينجر زي الكورج أو ياماها، فالأو إس فيه شوي بالفكر القديم مش متطور زي برامج التوزيع مثل اللوجيك أو كيوبيس أو نويندو أو ستوديو وان أو حتى بروتوز. فأنا رح أعمل أندو لكل الإشياء اللي عملتها. بكل بساطة عندي هذا الفايل التسجيل اللي هو خام زي ما هو، باجي بسحب هذا الفايل لهاي المنطقة اللي انتو شايفينها تحت التراك، فبيعطيني بقول لي create new track using quick sampler original. رح أختار هاي أول وحدة، فالبرنامج بلمحة سحرية فأخذ وفهم السامبلز وعمل سلايسز اللي هي علامات ماركس، قدر يفهم كل واحدة وأعطاها نوتة خاصة. فرح أفرجيكو حاليا كيف أنا رح أعزف باللي سجلته. طبعا أنا مفروض أتعلم أعرف هو النوتات اللي أعطاها، نستكشف مع بعض. طبعا أنا بقدر أغير مواقع كل سامبل بالكيبورد، أعطيه علامة مختلفة، ولكن حاليا أنا بدي أعمل مثل سريع حتى أفرجيكو سرعة الأمر. فأنا طبعا التراك اللي سجلته بعمل له ميوت، وهذا التراك تحول لتراك ميدي اللي هو سامبلر اللي فيه خامات اللي بقدر أنا أعزفها. طبعا بدي أوطي شوي الصوت. فلفرضا أنا عندي هنا ببرامج التوزيع بدي أجي أعمل ريكورد، سجلت، فبنسمع مع بعض. طبعا المثل كمان مرة أنا بذكر بشكل سريع لأنه حتى ما تأخذ الحلقة كتير وقت. فطبعا هذا تحول لتراك ميدي، فإذا لو ضغطنا هون عليه فشفنا هاي النوتات عمليا أو البيانو رول
موجودين، بنقدر نعمل كوانتايز، نجمع العلامات حتى يكون متوازي مع المترونوم. طبعا بنقدر نزيد نحط فلترز عليه مثلا، او الاي كيو زي ما انتم سامعين، نقدر نحط ريفرب، فصار يتعامل معه كأنه مكتبي خاصة موجودة. صار عنا تحول لسامبلر أو خامات اللي هي خاصة فيك، وهذا إشي طبعا جدا مميز. اليوم الكل عم بيدور بده مكاتب وبده إيقاعات، فالإشي مش سهل وبتنباع في أسعار جدا غالية. فاليوم أنت إذا بتمتلك الآلات الرق أو الطبلي أو الفريم أو البندير أو أي آلة بدك إياها، تقدر تعمل نفس الطريقة. حتى العود أو القانون أو الكمان تقدر تعزف سلم موسيقي وتحوله لسامبلر خامات بشكل سريع، ومن غير بده ما برمجي ولا تختار وينتا الستارت بوينت أو الاند بوينت. فراح أكمل المثل، راح أخذ الطبلي حاليا، ده أرجع للتراك التسجيل الموجود عندي هنا في منطقة تانية، راح أخذ الطبلي، طبعا راح أشغل المترونوم وراح أسجل. فهذا مثل. طبعا في كتير حركات ممكن واحد يعزفها في الطبلي، فلحتى أنا أخذ الإشي بسرعة وتفهموا الفكرة بالأساس، فنسمع التسجيل. ممتاز. فأنا هون راح أختصر نفس العملية، بسحبها لتحت التراك كويك سامبلر، ففهم وعمل كرييت لتراك جديد، ممكن نسميه هنا طبلة، اوكي، والتراك اللي قبله رق. هات نستكشف المواقع تاعت الخامات اللي تسجلت. سامعين؟ طبعا احنا بالاعدادات في السامبلر في كتير امور ممكن نعملها. بنسمع احنا الصوت شوي بيجي مقطوع، ولكن بنقدر هون في الفلترز نقدر نعمل اشي اسمه ريليس. اوكي، هات نسمع نشوف مع بعض كيف الاشي راح يكون. خلينا اعزف الميدي مع الرق اللي سجلته من قبل. فرضا انا عزفت زي ما احنا سمعنا مع بعض، نسمع الطبلة، بنعمل كوانتايزد حتى يقعد العزف صحيح. طبعا حاليا راح اخذ الفريم، نعمل نفس العملية، راح أبعد شوي عن الميكروفون. راح أعمل كات هون للسامبلر، أضيفه للكويك سامبلر، نسمع. طيب هذا الدوم تاك، راح اعزف الايقاع مع الطبلة والرق. فصار عندي طقم ايقاعات.
بقدر أزيد من مكتبة اللوجيك اللي هي خاصة كمان مثلا الدرامز موجود، فراح أخذ صوت الدرامز. وأزيد على الإيقاع الخاص فيه والخامات الخاصة فيه اللي عملتها. كمان مرة رح أعيد العزف. نسمع كيف صار النتيجة. طبعا بقدر أجي أضيف كمان، أنا عارف صوت إلكتريك بيانو مثلا، حتى أفرجيك الصورة بشكل سريع، أو حتى بيانو. فالخامات اللي عندي هي صارت جزء من البرنامج التوزيع. أصدقائي، بتأمل تكونوا استفدتوا كتير من هذا الفيديو، والموضوع بالأخص موضوع الخامات الخاصة أو المكتبات الخاصة. الفكرة أنا عملتها بشكل جدا سريع. طبعا في كتير أمور لتحسين تسجيل المكتبات أو تسجيل الخامات بشكل صح أكتر. طبعا أنا بفضل يتسجل بداخل غرفة التسجيل، وطبعا يكون عازف ومعاه الآلات تعونه، فالعازف بيطلع ساوند أحسن من الآلة. أنا مش عازف إيقاعات، ولكن حبيت أعملكم مثل سريع لحتى توصل الفكرة بشكل مبسط، تفهموا الموضوع قديش صار جدا هوين، مش زي كيف بالماضي زي ما شرحت لكم في أول حلقة. فطبعا في مايكروفونات خصوصا للإيقاعات، في مايكروفونات خصوصا للعود أو للكمانجات أو للجيتارات أو لأي آلة. الواحد لازم لما بدي يعمل مكتبة يستعمل المايكروفون الصح، يكون عازف يقدر يعطيك ساوند صح. بعد ما تسجل بتعمل هاي العملية زي ما أنا فرجتكم إياها، كتير بسيطة. وطبعا في شغلات فلترز معين في قلب برنامج السامبلر اللي هي بتحسن قصة موضوع الريليس، قديش السامبل نفسه يمتد. ففي كتير أمور أكتر من أنا شرحتها، ولكن هاي هي نقطة البداية السهلة السريعة. بنصح كل واحد، كل موزع موسيقي طبعا، يستعمل السامبلز أو الأصوات الخاصة فيه، لأنه اليوم عم نسمع مكتبات متشابهة متكررة عند كتير موزعين. بتسمع نفس الساوند الطبلي، نفس ساوند الرق، نفس ساوند الإيقاع، ولكن كل واحد لازم يتميز في الساوند الخاص فيه لحتى يكون مميز أكتر. والموضوع زي ما أنتم شايفين مش صعب، وحتى في أغاني مرات ممكن يكون بدها نوع طبلة تانية غير هاي الطبلة، فاعملوا هذا الموضوع. أو إذا أجا عندكم عازف سجل وخلص التسجيل السيشن، وأنتم ممكن لقدام تعملوا حركات تانية في الأغنية أو تغيروا شغلات، فخليه يعزف لكم أكم لوب زيادي على التسجيل لحتى تأخذوا تعملوا منهن سامبلينج. بدكوا تغيروا شغلات أهون بكتير ما تفوتوا في موضوع الويف إديت، فممكن تعملوا الحركات بالعزف على الكيبورد. أصدقائي، بتأمل تكونوا استفدتوا كتير من هذا الفيديو. طبعا كتير مهم إنكم تعملوا شير وترويج الفيديوهات، بعطيني محفز أكتر إنه أنا أقدر أعمل فيديوهات وتستفيدوا منها جميعا. وبالأخص بدور على مواضيع اللي هي مش موجودة كتير في اللغة العربية في عالم التسجيلات والتوزيعات الموسيقية. ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب وشير للفيديو قد ما بتقدروا، وتشجعوني وتشجعوا القناة أكتر إنه تكبر أكتر ويزيد العدد فيها أكتر لحتى تستفيدوا كلكم من المضامين اللي عم بقدم لكم إياها. شكرا كتير كتير لمتابعتكم لهاي الحلقة، بتأمل تكونوا انبسطتوا فيها، ومنشوفكم في حلقة تانية قريبا. شكرا لكم.